مش محتاجة اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلاتنا اللي كلها ان شاء الله ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض اكلات ان شاء الله كلها على قد ايدينا وسهله وجديده ولذيذه كده ان شاء الله تعجبكم جدا. فمنها اول طبق هنعمله النهارده او اول صينيه، دي صينيه بقى عشان كده بقول لكم طبق. هنعمل صينيه بطاطس بالجزر والبشاميل واللحمه المفرومه، حاجه كده على بعضها حلوه جدا جدا. بصي في الاخر ممكن تعمل لك شكل العج، بس هي مش عجه، هي بطاطس مسلوقه. بص المقادير بتاعتنا، بطاطس مسلوقه مهروسه خلاص، فلفل رومي، فلفل حامي، جزر، لحمه مفرومه، لبن، دقيق، قرفه وجنزبيل، بصل وثوم، طبعا سمنه روابي وملح وفلفل. طيب اول حاجه نعملها نعمل ايه؟ عايزين نعمل بشاميل ونعصق اللحمه، او لو عندك كيس لحمه متعصق طلعيه. يعني ده مالي انا بقول عصاجوا اللحمه وشلوها لان هي ما فيهاش اي تغيير من الطازه للي في الفريزر، هي هي. فاجي كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب معلقتين قولي كده انها للبشاميل، هحطها في حله كبيره عشان هقلب فيها كل المقادير، ومعلقه للحمه ماشي كده. خدت معلقتين سمنه روابي للبشاميل، وخدت معلقه للحمه، الاثنين في مره واحده كده تحطيهم مع بعض، وكل واحد نجيب له معلقه. كده عند البشاميل هعمله بايه؟ بالدقيق واللبن. وزي ما اتفقنا لا ممكن نعمل لبن وشوربه، مش كلها لبن، عشان كتير يقول لا طب لبن هيبقى غالي وكتير احط لبن هيتكلف كيلو بحاله، فلا خلاص حطي مثلا كوبايتين لبن وكوبايتين شوربه ما يجراش اي حاجه. فهنا كده هجيب البصلايه عشان اللحمه هنا، ومعاها شويه ملح، وهنا هجيب حوالي نص كوبايه دقيق على معلقتين الكبار السمنه. ماشي، ادي كده بصوا اهو يدبل بس البصل كده، وهنا اروح منزله عليه اللحمه المفرومه، ودي كمان اهو على طول الدقيق بيتحمر. يصفر بس كده، وهنزل عليه 4 كوبايات من اللبن البارد او 3. طبعا ده بيرجع لكمية البطاطس اللي عندك اللي انت سلقاها، لو هنسلق كيلو بطاطس يبقى نحط 4 كوبايات من اللبن، هنسلق مثلا كيلو الا ربع او نص وشويه كمان، نص طبعا هيبقى قليل جدا، بنحط ايه كوبايتين ثلاثه، يعني هنا ما فيهاش مقادير قوي كده. احط الفلفل الرومي الاول حبه كتيره كده. معانا احلام، يا احلام ازاي حضرتك يا سيدي؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اكلاتك الجميله دي حلوه قوي، ربنا يخليكي حبيبتي. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن اقدم اهداء لابني؟ اه طبعا اتفضلي. عاوزه اقدم اهداء لعاطف عيد ميلاده النهارده. كل سنه وهو طيب. طيب
ورضوى ومحمود بيسلموا عليه يقولوا كل سنه وانت طيب، اخواته وبابا. ما شاء الله، كل سنه وانتم طيبين كلكم يا رب ان شاء الله، هو طيب وتفرحوا بيه يا رب ان شاء الله. شكرا. شكرا ليكي جدا. تمام كده، ادي كده الفلفل. انزل بقى اللحمه، دي حوالي نص كيلو من اللحمه. طبعا لو كميه بطس اقل تحطي برده لحمه اقل، حطي ربع كيلو كفايه جدا. بشاميل خلاص تقل معايا هنا اهو، غلي هطلعه بره النار، وبعدين ابقى اظبطه ملح وفلفل. لسه كده ما ظبطتلوش ملح وفلفل. ادي كده اللحمه، شفت البشاميل في منتهى السهوله ازاي؟ خلاص خلصت البشاميل، وادي اللحمه كمان بتستوي اهو. بقلبها كده مع البصل والفلفل، واديها بقى ايه شويه كده قرفه، شويه جنزبيل، اقليهم كده. طبعا الفلفل الحامي ده اختياري، عايز تحطي فلفل حامي حطي، مش عايزه ما تحطيش، زي ما انت عايزه. انا كده بقلبها كويس كده، تحصيج اللحمه خلص اهي زي ما هي كده. لا بس احط لها ملح وفلفل، اجيب معلقه ملح وفلفل على اللحمه، وملح وفلفل على البشاميل، وادي كده ملح البشاميل، وادي الفلفل معانا. هبه اهلا وسهلا، ازيك يا هبه؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ الله يخليك، والله انا بحبك قوي والله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ليكي اي سؤال يا هبه؟ بقول لحضرتك بس عايزه بقول البرد البيضة بيبيض الوش والنشا على الموارد، والتخسيس حاجه للتخسيس. حاضر. ماشي يا مدام يا غالي. شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا. بصوا كده اتفرفط معايا اهو خلاص كده، انا بس بفضل اقلب فيه لغايه ما يبعد عن بعضه، عشان لو سبت يستوي هو كتله واحده بتلاقي فيه كلكيعه كده في اللحمه وانت بتعصجيها، انها بتقلبيها على طول كده تفرفطيها كده بعيد عن بعضها خلاص. تمام كده. نيجي بقى هنا عندنا البطاطس، انا هروح لها دلوقتي اهو حالا حالا. وابشر جزر، بصوا كده طبعا لسه ما استوتش، انا هدي النار عليها واقول لك هعمل ايه بالظبط. هجيب عندي جزرايه او اتنين، طبعا الجزر مفيد جدا بس مسكر، يعني ما احطش منه كتير عشان لو كترت هتلاقيه سكر الاكله، واحنا يعني في عاداتنا ما بنحبش قوي الطبيخ المسكر، يعني حتى عايزين نقول الزبيب ده على ما دخلناه في الاكلات ناس كتير لغايه مش بتحب الزبيب في الاكل، فاحنا كطبعنا بقى العرب كلهم ما بيحبوش يخلطوا المسكر بالاكل، فالجزر لو حطينا له لو حطينا كميه كبيره ممكن حط جزرتين ثلاثه كده هتلاقيها سكرت الاكل، فجزريه واحده في المعقول هتديكي لون وغذاء وطعم وشكل وكل حاجه. معانا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام عبد الرحمن؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير. الحمد لله، ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ والله على كل اللي بتعملونا والله مدام نجلاء. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليكي تعيشي. رب يخليكي يا رب، يسلم ايدك كده كل الاكل بتعمليه، انا اتعلمت من حضرتك حاجات كتير جدا انا وبنتي والله. ربنا يخليكي، تسلم ايدك يا حبيبتي. ليكي اي سؤال؟ ربنا يكرمك، انا عايزه بس اشكرك والله، الله يكرمك. ميرسي ذوقك جدا والله، وسعيده جدا والله بحضرتك والله. نورتينا النهارده، ربنا يخليكي، شكرا ليكي. شكرا. شكرا ليكي، شكرا ليكي، مع السلامه. بصوا كده جزرايه على اللحمه، ادبلها معاها سنه كده واخليها ايه تكمل سوا شويه لسه كمان. ماشي، هنيجي بقى هنا في عندك بقى اختيارات، في ان احنا نعمل ثلاث طبقات بطاطس لحمه فوقيهم بشاميل،
وفي حاجة نعملها ان احنا نخلط كله مع بعضه. تختاروا ايه؟ زي ما انتوا عايزين. اروح. ولا ده ولا ده، تاكلوه في الحلة يعني ولا اعمل ايه بالظبط؟ تاكلوهم كل واحد منفصل. اجيب بقى هنا كده البشاميل، انا هخلط كله على بعضه. انا الاسبوع ده جايلي مزاج اعمل الموضوع ده. طبعا انت مره تعمليها كده ومره تعمليها كده، براحتك خالص. ادي كده اللحمه اهي. انا عارفين انا يعني كتير. اه طبعا شكل الحاجه لما يكون منفصل بيبقى شكلها احلى. بس لما بتكون مختلطه كلها ببعض بتحس الاطعم بتخش جوه بعضها كده، فبتلاقيها حاجه تانية. فعارفين مش هو كده اهو بشاميل بطاطس لحمه، لما تلصيهم طعم ولما تقلبيهم كلهم مع طعم تاني خالص. فانت ممكن ايه نفس المكونات تعمليها مره كده ومره كده. يبقى ادي بشاميل عادي اهو، اهو كده هنزل عليه بطاطس مسلوقه ومهروسه او عاملاها بالمبشره عشان عليها بالمبشره يعني، وتوم وديها برضو ايه ملح وفلفل كده عشان طبعا حدقة كل واحده على قد حاجتها بالظبط. على البطاطس كده نحط على ايه؟ على البطاطس. وجرب تستوي خلاص. على ما اقلب دي تكون استوت. اجيب بقى صينيه ادهنها بسمنه روابي واروح حاطه فيها كل الخلطه دي. هي واضحه معايا ولا مش واضحه؟ ادي البشاميل عليه الايه؟ البطاطس. وادي اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها احطها عليها كده. معانا زينب، اهلا وسهلا. ازيك يا زينب؟ تمام. ايه مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ تمام والله. حاجتك جميله، ميرسي على الحاجه اللي انت بتقدميها. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ تمام والله. احنا كلنا بنحبك وانت بتحبك، والله بنحب اكلاتك. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليكي. ليك اي سؤال؟ مدام نجلاء انا بصي عايزه اعرف طريقه الكريمه. انهي كريمه؟ الكريمه بتاعت الحلويات، انا كل ما بعملها بتطلع معايا زي الميه. كريم شانتيه؟ انت بتجيبي الكريمه منين؟ لا انت اعملي هاتي الكريمه اللي هي في الاكياس دي ومكتوب عليها المقدار من ورا، يعني الكيس بيقول لك ربع فنجان لبن ساقع او ميه ساقعه، فنجان ده قد كده، يعني الفنجان ده بتاع القهوه. يعني حوالي نص كوبايه بالظبط. وحاولي تقلي كمان شويه، خليها ساقعه قوي وحطي عليها الكيس الكريمه واضربيها بمضرب كهرباء، مش يدوي، يدوي مش هينفع، لازم مضرب كهرباء، وهتبقى زي الفل ان شاء الله. هجيب هنا بقى كده ايه، ناخد معلقه من سمن روابي او دهن الرفنع. معانا ياسر، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا ياسر؟ يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليك سؤال يا ياسر؟ أني بصل لحضرتك قوي يا شيفة نجلاء. شكرا يا ياسر، ربنا يخليك. شكرا ليك. كده ادهنها بس سمنه حلو كده، لازم طبقه من السمنه عشان احنا متفقين ان البايركس دوت بايه بيلزق جامد، وطبعا احنا بنحبه برده حتى لو بيلزق، فاحنا لازم نقوم معاه بالايه بسمنه مظبوطه نخدمه يعني عشان يبقى ايه يطلع حاجه كويسه وما يلزقش. اوكي نشوف بصمات ناعم كده عندي. شايف بصمات ناعم؟ ماشي كده شوية كده عشان ما تلزقش في ارضيه الصينيه. واجيب بقى الخلطه اللي انا عملتها دي كلها، اللي هي البشاميل على البطاطس على اللحمه المعصجه على الجزر، كل ده احطه في الصينيه زي ما اتفقنا، طبقات او خلطه زي دي، مره اعمليها كده ومره اعمليها كده. معانا مالك، اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك
قوي. ازيك يا ملك، عامله ايه؟ ميرسي يا حبيبتي. الحمد لله كويس، الحمد انا بحب لله. حضرتك قوي والله. ربنا يخليكي. انت في سنه كام يا ملك؟ انا في سنه سته. في سته؟ دخلتي المطبخ ولا لسه بقى؟ لا بخش بس يعني مش كتير. لا بس خشي اتعلمي من ماما بقى، ماشي؟ ما انا بخش اقف معاها، انما هي مش بتخليني يعني اعمل حاجات كتير عشان بتخاف عليا. ما ساعديها، اقفي معاها ساعديها، هي تخاف عليكي من النار والحاجات السخنه، بس انت ساعديها يعني في المطبخ، ماشي؟ ماشي ماشي حبيبتي، سلميني على ماما كتير. يوسف شكرا يا حبيبتي، شكرا. نجيب كل الكميه كده. خلاص طيب اوكي، انا كده هسوي بس الصينيه دي وهروح مدخلها الفرن، وممكن قوي ان انت تحطي على وشها جبنه رومي مبشوره او جبنه موتزاريلا، او ما تحطيش، هي البشاميل هيقوم بالواجب معاها، فانا شخصيا مش هحط، انا هسيبها كده حلو قوي كده، وروح مدخلها الفرن دلوقتي، وهطلع في فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل اكله ثانيه، يعني الاكله اللي عملناها دي تنفع بقى غدوة في التلاجة، تفضل تطلعي منها حتة كل شوية كده، مع فطار مع عشاء، هي حلوة تتليق مع كل حاجة، تمام كده؟ طيب هنعمل دلوقتي كمان أكلة حلوة جدا، هنعمل مكرونة بالجمبري. عندنا جمبري، أكلة لطيفة جدا جدا. عندنا هنا جمبري، ده جمبري وسط يعني صغير شوية، أو أي مقاس، أي مقاس جمبري أنت عايزاه أو تفضليه جيبيه. ومكرونة، عندنا المكرونة اللي هي السوستة دي شكل كده، صلصة، بقدونس، توم، عصير ليمون، كمون، فلفل حامي يعني عايزة أو مش عايزة براحتك، وملح. طيب نيجي نعمل إيه؟ طبعا احنا سالقين المكرونة جاهزة بس ما تسخنش قوي، وهنشتغل فيها بالزيت. فهنيجي هنا هنجيب الجمبري، حط له سن التوم، طبعا تكون غاسلينه ومصفينه حلو، عصير ليمون، كمون، زي ما بخلي ما بملح السمك بالظبط، ملح، واقلب الجمبري كده شويه، واروح سايباه منقوع في الخلطه دي قد مثلا حطيه اني غطيه بكيس كده، حطيه في الثلاجه ربع ساعه 10 دقائق نص ساعه، يعني زي ما تقدري الوقت تسيبيه فيها سيبيه، ماشي كده. واروح حطاه مغطياه وحطاه في التلاجة، تمام. اجي بقى اجيب حلة كده احطها على النار، انتوا كلكم ولعين كده، مش تعالى انا احسن. اجيب شوية من الزيت، بصي بقى احنا مش عملنا اهو، عملنا الجمبري تبلناه، هنشتغل مكرونه عادي، بس قبليها هحط الجمبري. عارفين نعمل مكرونه بالصلصه ازاي؟ هي هي بالظبط، بس احط الجمبري في الاول واكمل عليها المكرونه، منتهى البساطه. ادي كده حبه زيت يسخنوا، هنزل عليها الجمبري بالخلطه بتاعته كده، تمام كده. اسوي الجمبري حلو، هشيل بقى الحاجات دي خلاص كده من هنا. انا خدت التوم، ملح، كمون، وتبل وعصير ليمون، وتبلتها حلو جدا، وسبتها قد 10 دقائق نص ساعه، ساعه قبلها بيوم مش مهم، بس يعني ما يغيبش طبعا عن كده. وبعدين ابدا اكمل عادي بقى طريقه المكرونه بتاعتي دي. معايا ام اسلام. مدام نجلاء، اهلا وسهلا. ازيك يا احسن شوف في الدنيا؟ ربنا يخليك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، الله يصلح حالك. لو سمحت بس طريقه الطحينه بس قولها لنا الوقت، معلش يعني. عايزه تعملي طحينه؟ انا ايه، حاضر. شكرا ليكي. طبعا الطحينه دي بتتعمل ازاي؟ احنا لما بنجيب سمسم او سمسم وسوداني، هي اصلها بالسمسم، وبعدين بقى السوداني ده دخيل عليها شويه. اقطع بس حته فلفل حامي صغننه كده عليها،
بتجيبي كوبايه سمسم مثلا او كوبايه فيها سمسم على سوداني وكوبايه زيت وكوبايه دقيق، هي مقاديرها سهله خالص اهي، كوبايه سمسم كوبايه زيت كوبايه دقيق، وفي كمان الطحينه المبهره اللي بنحط لها جوز الطيب وفلفل وبهارات، وفي الساده خالص اللي هي اللي بقولك عليها دي، هي كوبايه سمسم بس وكوبايه دقيق وكوبايه زيت. هطحن السمسم او السمسم على السوداني في المطحنه الصغيره بتاعت الخلاط اللي هي طحنت التوابل، طحنتها حلو جدا. ابدا بقى اعمل ايه؟ بقى زي العجينه، بطحن السمسم يبقى زي العجين كده، هتلاقيه حطها في الخلاط، حطها في شفشق الخلاط الكبير، تمام. بعد ما حطيت كوبايه السمسم في شفشق الخلاط الكبير ابدا احط عليها ايه، نص كوبايه الزيت على نص كوبايه الدقيق، واشغل الخلاط وابدا ازود دقيق وزيت دقيق وزيت لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بس في منتهى البساطه، زودتي بقى دقيق زودتي زيت دي حاجه ترجع لك. حط شويه فلفل الحامي ده كده، كده بص هو كده استوى، ما بياخدش وقت طبعا الجمبري خالص. هنزل بقى عليه صلصه، معلقتين من الصلصه طبعا حسب كميه المكرونه، انا معلقتين الصلصه الكبار دول هيبقوا على كيس مكرونه واحد، وشويه ميه صغيرين، معانا محمد. اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ايه اخبارك يا محمد؟ كويس. ليك سؤال؟ عايزه اعرف طريقه البيتزا. حاضر، شكرا ليك يا محمد. بص بقى كده، انا يمكن عايزه اقول ان الصعيد او الارياف مخترعين البيتزا قبل بره اصلا، قلت لكم الحكايه دي قبل كده على فكره، ان هم زمان يعني البيتزا دي اصلا اللي هم الطليان، اي ان هم الطليان اول حاجه عملوها، وكان مساعدين الشيفات هم اللي اخترعوها اصلا من بواقي الاكل، بواقي الاكل بتاع الزباين اللي بيرجع يعني كده الحاجات النظيفه بيلموها على بعضها اخر اليوم يعملوا لنفسهم اكله، فيعملوا عجينه ويروحوا حاطين عليها كل بواقي الاكل، ومن هنا اخترعت البيتزا، تمام كده. فيعني ده من ضمن طبعا الحكاوي، والحكاوي كتير جدا يعني لو دخلت دورته كل واحد عامل حكايه شكل. فالارياف بقى، انا عايز اقول الارياف هم اللي اخترعوها اصلا، لما كانوا بيعجنوا مثلا ويجي بقى عايزين فوق يوم العجين مش بيطبخوا، بيبقى خلاص كفايه الخبيث بس، فييجوا بقى ايه، حد عايز ياكل مثلا جاي من مدرسه ولا جاي من الغيط ولا اي حاجه وعايز ياكل اكله لطيفه، يعني عايز ياكل مش عيش بس، بيروحوا ايه جايبين رغيف، رغيفين، رغيف مفرود والرغيف التاني او هو الرغيف بس يكون كبير شويه، ويروحوا تانيين حرفه، تانيين ملولوين حرف الرغيف، يعني ماسكين العجينه كده وملولوين الحرف، يعملوا لها صور كده بايديهم، يلولوا حرف الرغيف ويروحوا طقشين بيض فيه ومدخلينه الفرن. دي مش بيتزا، بيتزا. فيعني هم طبعا التأليف بيبقى حلو جدا، الاختراعات حلوه قوي. بصوا كده، فالبيتزا معانا هنا، انا هقول لك البيتزا. بص يا سيدي، هو كيلو دقيق عشان نعمل اربع بيتزات. طب معانا مريم الاول، يا مريم يا مريم. طيب كيلو دقيق بنحط عليه نص كوبايه من الزيت، وهنحط عليه نص كوبايه لبن بودره، معلقتين كبار خميره، رشه ملح، معلقه سكر، ونجم الميه. عجناها، نسيبها تخمر، هنقسمها اربع كور، نفرد كل كور قد الصينيه، ونحط عليها صوص البيتزا اللي هو عباره عن عصير الطماطم وعليه توم وعليه زيت، ونحطه على النار يغلي مع بعضه لغايه ما يتسبك ثلاث ارباع تسبيكه، واحطها على العجينه، وبعد كده حط اي حشوه انت عايزها بقى، حط لحمه مفرومه، حط فراخ مستويه، حط جبن بس، وعليها زيتون وفيها جبنه موتزاريلا، وخلاص على كده، هي دي البيتزا في منتهى البساطه. اي حشوه تقلبها انت هتبقى حلوه ان شاء الله. معانا عبد الرحمن.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عبد الرحمن؟ كويس الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ عايز طبق مكرونة. الحمد لله. قول لي يا حبيبي، قول ممكن اسأل طريقة عمل البيتزا؟ حاضر عيني. مش سايلها دلوقتي وحكي حكايتها؟ ماشي، اتفرج على الإعادة بقى هتلاقي الحكاية وتلاقي كل الحديتة كلها موجودة. اوكي؟ طيب أنا عايز أشوف طبق للمكرونة، مكرمة جدا مديني كل الأطباق مسلطحة. طب نعمل ايه؟ ممكن نحط هنا، ممكن نجيب كده بقى نغرف. بص المكرونة طبعا مش باينة من الجمبري، كله أحمر بس حلوة جدا. معايا مين؟ انت بتقولها مره واحده ليه؟ معانا منى. الو، ازيك يا ابله منى؟ صباح الخير يا حبيبتي. يا صباح الفل عليك، ازيك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله، الحمد لله، ربنا يخليك. شد المعجبين بطريقتك. تسلم يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ذوقك في اعادتك للحاجه كذا مره، خصوصا للناس الكبار اللي زينا ما بيلحقوش يكتبوا. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك يا بنتي، الله يكرمك. فضلك انا عايزه اعرف حضرتك فاكره البريوش اللي كنا بنعمله زمان لاولادنا كده، وتبقى منفوخه كده ونحط لهم البيضه الملونه بتعشم من نسيم. طبعا حبيبه قلبي، طالبين الاولاد مني اعمله لهم. عينيا، حاضر. عينيكي، تسلم عينيكي. الله يخليك، الله يكرمك. يا ريت نشوف عجينه البريوش ننزلها وانا هشرحها برضو. بصوا كده، كده واضح الجمبري؟ واضح. اهو كده طبعا حاطه له بقدونس مع الصلصه. انا قلتها انا بحطها له، ما قلتهاش يمكن، ما قلتهاش معلش. فكده حاطه له بقدونس اهو مع الصلصه بتاعتنا، بيديها طعم كمان. وبعدين نقدمها بالشكل ده مع طبق سلطه خضراء او مخللات زي ما انت عايزه. ممكن بس نحط لها قليل من البقدونس كده جنب الجمبريه دي. بس كده، ادي كده طبق جمبري بالمكرونه، سهل وبسيط وطبعا مغذي جدا جدا. وكتير يعني ما بيعرفوش يقلوا الجمبري، فممكن يعملوها بالطريقه دي تعجبهم جدا ان شاء الله. ماشي؟ طيب في اي اسئله نجاوبها؟ طلعتوه؟ لسه شويه، انا بص لسه اهي، انا حطاها في الفرن من تحت تبتدي تستوي من كل الجناب. هي كده كده كل حاجه مستويه، بس بقى انا محتاجه دي تتمسك بعضها شويه، يعني البطاطس مع البشاميل مع اللحمه المفرومه. اوكي؟ او نعملها طبقات، المره الجايه نعملها طبقات ان شاء الله، وكل واحده بطعم مختلف خالص. طيب في ايه غير بريوش؟ عشان بس عايزين مقادير مظبوطه للحاجه لازم. اوكي، معانا البريوش المدفر اهو. هتجيبي كوبايتين دقيق ومعاهم ربع كوباية سمنة وزبادي، هنعجن بزبادي. الطريقة دي يمكن مختلفة عن بتاعة زمان، كنا زمان بنعجنها باللبن. جربي الطريقة دي وتعجبك جدا. هي كوبايتين دقيق وربع كوباية سمنة، ونعجن بزبادي ورشة ملح، معلقة صغيرة من الملح أو معلقة صغيرة خميرة، ومعلقتين من السكر، وبيضة. دي هتعجنك حبة صغيرين مش كتير. طبعا عايزة تضعفي الكمية، ضعفيها زي ما انت عايزة. يعني عندك كوبايتين دقيق، ربع كوباية سمن، بيضة، معلقة صغيرة خميرة. هتحطي كوبايتين الدقيق في طبق وحطي عليها ربع كوباية سمن، وحاولي تسيحيها بسيط كده أو ما تسخنيهاش، نزليها عليها وحطي فيها معلقة الخميرة ومعلقة السكر ورشة الملح، واعجني بالزبادي. يعني اعجنيها وبعدين اعجني بالزبادي لغاية ما تجيبي عجينة طرية. جبتي العجينة الطرية سيبيها على جنب شوية، وبعدين ابدأي اعمليها كور صغيرة، وابدأي بعد كده ضفريها بعد ما عجنتيها وسبتيها كور، برميها قوي قوي قوي، وبعدين ضفريها زي ديفيرة البنات. وبعدين رش اعمليها بمسحه من البيض، ورشي عليها سكر سنترافيش، او حبه تحطي عليها البيضه تعمليها طفيره ولفيها حوالين نفسها كده، وحطي البيضه في نصها. بس كده، ادي كل الموضوع. وطبعا اهم حاجه معاك عايزه اقولها لك، ان انت تخمريها مرتين. هتخمريها المره اللي قبل ما تشكليها، والمره بعد ما عملتيها ضفيره لازم تسيبيها تخمر على الاقل نص ساعه عشان تطلع معاكي هشه وحلوه ان شاء الله. وكده هطلع في فاصل صغير، بعد فاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل.
على قد الايد. ورجعنا من الفاصل اشيل دي دلوقتي. هنعمل مع بعض دلوقتي فطاير البصل. فطاير البصل دي هنعملها ازاي؟ عندنا عجينه وعندنا بصل، يعني هنعمل فطائر بحشوه البصل. عندنا عجينه، العجينه دي عباره عن ايه؟ مفيش حاجه خالص غير ان انا هعجنها بدقيق وهنحط لها بيكنج باودر وهعجنها بميه بس. هيفردها، احط لها زبده واحط لها الايه؟ دقيق سيمولينا اللي هو دقيق البسبوسه بس من غير الايه؟ لازم اعمل كده دلوقتي، مش الكياس، لازم نجيب دقيق سيمولينا اللي هو من عند العطار، يعني ما عليهوش اي اضافات، تمام كده؟ فدلوقتي انا عندي هنا 3 كوبايات من دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح، وهعجن بميه، هي دي العجينه، خلاص؟ هنيجي بقى عشان افرد بقى عندي زبده وعندي دقيق سيمولينا اللي هو دقيق السميد. طيب الحشوه ايه؟ بصل، فلفل رومي وفلفل حامي، بهارات وكركم وملح وفلفل. نيجي هنا اعمل الحشو واحطها على النار وابدا اعجن. هاخد كده معلقه من الزبده ناخد قلبين كده هاخد الحشوه كلها كده. الحشوه بتاعتي اهي بصل فلفل رومي فلفل حامي بهارات وكركم ملح وفلفل. ادبل البصل ده كله كده، كميه بصل حلوه كده، ممكن دول كفايه، يعني مثلا ايه بصلتين كبار او 3 بصلات كبار، ونقطعهم زي ما انت شايفاه جوانح كده ماشي. احط عليها رشه ملح ماشي. معانا مريم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، ليك اي سؤال؟ انا عايزه اسال على طريقه تخزين السلق. السلق؟ ايوه. حاضر، شكرا ليكي. فلفل رومي فلفل حامي، طبعا تخزيني قلقاس، بهارات، كركم معلقه صغيره مليانه، اظبط ملح وفلفل، واسيب بقى ده كله يدبل مع بعضه حلو قوي. الزبده حطيت عليها البصل، حطيت عليها الملح والفلفل والكركم والبهارات، فلفل رومي فلفل حامي، واسيب ده كله يدبل مع بعضه وكل شويه اقلبه. خلاص دي الحشوة. نيجي بقى هنا نعمل العجينة. طبعا هطلع الصينية اهي بتاعة البطاطس اللي باللحمة والبشاميل والجزر. هنيجي هنا نعمل مع بعض بقى، نجيب العجينة اللي هنعمله دوت السهل خالص اللي مفيهوش أي مكونات. عارفين عجينة الفطير هو شبهها بس دي عليها بيكنج باودر. فهنحط كده 3 كوبايات دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. الصينيه البطاطس بالجزر اهي معانا، البشاميل اللي عملتها طبقه واحده، ولو عايزين نعملها طبقات المره الجايه نعملها طبقات مع بعض برده ان شاء الله. يبقى كده حطيت 3 كوبايات دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، مفيش ماده دهنيه هنا، هعجن دول بميه بس. يبقى هنا العجينه 3 كوبايات دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، هعجن بميه. خلاص اتحفظت، شبه عجينه العيش كده شويه. اوكي رحت فين عادي، واقلب هنا ادبل فيها كده. معانا هاجر، اهلا وسهلا يا هاجر. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله الله يخليكي يا مدام نجلاء. ايه الحمد لله، والله الحمد لله ربنا يخليكي. ليك اي سؤال يا هاجر؟ كنت عايزه اسال على عيش السوسه.
عيش التوست. حاضر. عايزه اسال حضرتك على القهوه شرف الذوبان، هي هي نفس القهوه العاديه ولا لا يختلف؟ خلاص مشكوره جدا يا لالا. شكرا ليكي يا حبيبتي. احطها شويه ميه شويه شويه اما تديني عجينه طريه. تمام كده. العجينه دي ما فيهاش خميره صح؟ هي مجرد ان فيها بيكنج باودر معلقه صغيره، يعني عندي 3 كوبات دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، وعجنت بميه، يعني ما فيهاش خميره، يعني ما سيبهاش تخمر، لا هسيبها تستريح. ماشي؟ عشان تفرد معايا حلو وما تضايقنيش. بس هو كده خلاص، هتاجل مع بعضها بقى حلو شويه كده. والحشوه بتدبل اهي خلاص، اول ما الاقيها طريت بس حلو خلاص هي كده. كده بس حطها في حاجه تبرد. عشان تبرد بس معايا اسرع شويه كده. دي معلقه دقيق عشان ايه بتلزق شويه، انا عايزاها طريه اه انما مش بتلزق. بص العجينه اهي معايا. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت؟ كلمتك قبل كده، انا بحبك خالص. يا نورتيني، اهلا وسهلا. الله يخليك، انا بحبك خالص وبحترمك خالص وبقدرك. ربنا يخليك يا رب. وست فيك وست حلوه. ربنا يكرمك يا رب، ده من ذوقك والله. انا الصبح يقولوا لي يا ماما حط صاحبتك جت. ربنا يخليك يا رب، ميرسي جدا لذوقك والله، شكرا ليكي. الله يخليكي. الله يكرمك. وانا اليوم اللي ما بسمعكيش فيه ببقى متضايقه خالص. ربنا يديك الصحه حبيبتي. بحسك واحده مننا في البيت. اكيد طبعا، اكيد شيء يشرفني والله. ربنا يخليكي. الله يخليكي. الله يخلي حضرتك. الله يكرمك. ليكي اي سؤال؟ لا انا عايزه اتشكر لك بس واتصبح بوشك الحلو. ربنا يخليكي يا رب، ميرسي ذوقك جدا. شكرا ليكي. تحياتي لاهل سينا كلهم، مش شمال بس، شمال وجنوب وكل حاجه. بصوا كده، ادي العجينه بالشكل ده، هسيبها تريح او ابدا ان انا اديها كور كده واسيبها تريح وهي كور زي ما انتوا عايزين. تمام كده، هوريكي بقى مستريحه عشان نبدا نشكلها مع بعض. ثواني. بصوا بقى الايه، ادي اللي انا مريحاه من قبليها، عاملاها كور كده عشان تفرد معايا بسهوله. جيبي النشابه صديقتنا، تعبت معايا النشابه دي والله. عايزين نجيب لها حد يريحها شويه. سيبها كده، ناخد دي هنا كده. طبعا انا مغطياها علشان ما تنشفش وتعمل وش، لازم تغطيها بحاجه بلاستيك، يعني حتى لو هغطيها بفوطه قبليها بلاستيك وبعدين فوقيها القماشه لو انت بتحبي تغطي بقماشه بس. بص بقى هنفرد على ايه، دقيق ودي السميد ده علشان يخليها لك مقرمشه، ونبدا نفردها كده. يعني تبقى طريه ومقرمشه، عارفينها عارفين الوصف ده، طريه من جوه ومقرمشه من بره، وهي زيها كده. ونبدا نريح كده. يا ام شهد اهلا وسهلا. صباح الخير. يا صباح الفل، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، الله يخليك. الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام يا حبيبي، تسلم ايدك. الله يسلمك. الله يخليك يا حبيبتي، ميرسي لذوقك.
ليك اي سؤال؟ اطول عليكي، انا عايزه اسال. مري، ينفع المكرونه بالجمبري دي اعملها بالفراخ؟ اه طبعا، نفس الوسط نفس الطريقه. بالثوم؟ إيه لا بلاش ثوم بقى، الفراخ ما بتحبش الثوم قوي. ممكن بصل، ممكن بصله كده وقطعيها صغير واعمليها كده. طيب شاورما الفراخ بقى، طريقه شاورما الفراخ. حاضر عيني. تسلمي لي. تسلمي. شكرا ليكي جدا. بصوا كده تمام، انا بفرد بريح بس، وبخلي السميد من تحت وبعملها دقيق من فوق، يعني السميد اهو تحت الايه، تحتيها من كده، ودي دقيق هنا من فوق عليها كده عشان ما املهاش سميد كلها. لا انا عايزه السميد من تحت بس، لما اجي اسويها انا هسويها على الطاسه تبقى ايه، الطبقه الخارجيه هي اللي مقرمشه وطريه من جوه، لو انا غرقتها فوق وتحت سميد هتبقى هتنشف منك. لا فخلي السميد من تحت وانت من فوق افردي بالدقيق. فكده نجيب الاولانيه نفرد بقى قوي، بسم الله الرحمن الرحيم، احط سميد عشان يدحرجها حلو، زي بقولك زي الرمله كده بيدحرج تحتيها، ودي من فوق شويه برضو كده، ونفرد قوي. الحاجات دي بتساعدك انك تفردي رفيع كده. بص طبعا حس حتى دي السميد حس رمل كده، نفرد قوي قوي. طبعا بتعملي بالحجم اللي انت عايزاه، بس بس كده شويه كده. تمام كده اهي، هاجي بقى هنا واحط ايه، الحشوه كده اهي كده. طبعا ممكن تعمليها حاجه، دي هتبقى حاجات صغننه شويه، اهو حته زبده هحاول افرد عليها شويه كده، او ممكن اسيحها عشان تبقى معايا اسهل. اجيب بقى حبه من الخلطه البصل اللي انا مكرملاه دوت، اللي حاطه له توابل، وحاطه له فلفل حامي مع فلفل رومي وكركم وبهارات وملح وفلفل. ماشي، اجي هنا بقى الفطيره دي انا دهنتها بالزبده اهو، انا عايزه بس ادهنها حلو. شكلي اجيب طاسه كده واحطها احسن كده بقى. بصوا هاخد دي الطبقه كده واقفل كده وافرد. عارفين الفطير اللي بنعمله بنعمل ايه؟ لازم بكل طبقه وطبقه بندهن ايه؟ بندهن سمنه او زبده بالشكل ده كده، ماده دهنيه عشان ما تقعدش في بعضها. واخد الناحيه الثانيه احطها كده وافرد كده. هنا كده اهو حتتين كده، انا عايزه احط طاسه على النار. ماشي، واخد بقى اطبق دي كده واطبق دي كده، والبصل يبقى في النص. تمام، يلا كمان ادي كده نفرد قوي، نحط هنا كده دي ودي على الوش، ونفرد قوي زي الفطيره كده. تمام كده اهو نفرد قوي. طبعا كل ما تستريح كل ما هتفرد معاكي حلو، كل ما يكون نوع دي كمان اللي هو نوع دي بتاع العيش او نوع دي الفطير بيبقى احسن. تمام كده، تمام كده اهي بقت رفيعه اهي حلوه كده. ابدا احط الحشوه، ممكن اجيب طاسه عشان نريح نفسنا او كزرونه، احط فيها حته زبده كده افكها على النار بس. تمام حاضر، اعمل بس واحده كمان واحده كمان اهي
كده، افك بس الزبده كده واجيب حتى فرشه، بس انا عايزاها تبقى كميه الزبده اللي فيها حلوه مش قليله، لان انا ما عنديش ماده دهنيه هنا خالص في العجين كده. حط خلطه البصل، وطبعا اي حشوه انت عايزه تعمليها جواها حطي حشوه اللي انت عايزاها، ممكن مش عايزه بصل حطي لحمه معصجه، حطي اي نحط كده نطبق كده ونفرد، نطبق كده ونفرد كده عشان ما تبقاش العجينه تقيله، وندهن زبده هنا كده برده، ونطبق كده ونطبق كده، بقى سندوتش اهو، بقت فطائر بالبصل سهله جدا ان شاء الله. طيب انا هسيبكم دلوقتي في فاصل واكمل الحبه دول، وهنرجع بعد الفاصل اوريكم انا عملت ايه. فاصل ونوصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، بس بنضف حوالين الحاجه اللي بستعملها دي عشان عملت اتنين تانيين كده ثلاثه في الفاصل. وبصوا بقى كده ابدا اسقسقها بالزبده وانا حطها على النار ماشي كده، واقلبها على الناحيتين وعلى نار مش عاليه، على نار هاديه ماشي، يعني مثلا ايه درجه متوسطه، خلي الطاسه تسخن وبعدين هدي عليها وسط، مش تهدي خالص عشان ما تغيبش معاكي. وانا عملتها على نار هاديه ليه؟ لان فيها كذا طبقه. نيجي بقى هنا، بس اجيب طبق، طبق مش كبير، كده ماشي، احط كده بصوا تحت الاول، احط دي التطبيقه تبقى لتحت كده، واسقسق بالزبده بس كده، واحده واحده كده. طبعا تعملي كل الكميه بالطريقه دي، طريقه فطير محشي بالبصل، حابه تحشي اي حاجه تانية زي ما انت عايزه. انا قفلت اهو من الناحيه الاولانيه، عارفين زي ما بحطه على الناحيه اللي هي مقفوله زي ما الكوبه دي سامغ كده، بطبعها على الطاسه. لو انا عملتها على الناحيه التانية تلاقيها فتحت معاكي ما تقفلش تاني، انما لا، الحاجه متطبقه انزل بيها على النار على طول تبقى زي السامغ كده. تمام كده، عشان هعمل لكم دلوقتي بقى ايه، فطيره الفول السوداني دي بقى اللي بيحب كيكه الفول السوداني، اللي بيحب السوداني بقى حلوه جدا. بصوا شكل دي السميد على وشها بيديها قرمشه حلوه قوي. تمام كده، شويه شويه عليها معايا. منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله. مدام نجلاء، الفطائر اللي حضرتك بتعمليها دلوقتي ممكن تتعمل عجين وتتشال في اكياس في فريزر؟ لا بلاش، ما ينفعش. لا انت لازم تعمليها على طول، لازم تستوي على طول. عشان ما تبصش منك بس وتسيح منك خالص. طيب اوكي. وبعدين العجينه سهله، ده انت بايديك كده هتروح كويس لفها على طول. ما هي فعلا سهله وظريفه فعلا. الف شكر حبيبتي. شكرا ليك، ربنا يخليكي. وبعدين ممكن تحشوها زي ما قلت لكم اي حاجه، مش عايزين بصل لان في ناس هنا كانت معترضه على البصل، فقلت اي حاجه يعني، لحمه مفرومه، فراخ، جبنه، كل حاجه ممكن تحشيها بيها، اي حاجه، تونه حتى. تمام كده، بس ادي كده الفطائر. طبعا عاملاها على نار هاديه زي ما اتفقنا، لان هي مربعه ففيها عجين في النص، فانا عايزاه يستوي. طيب معانا منى، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا حبيبتي؟ الله يخليكي، ازي حضرتك؟ تمام. انا عايزه اسالك سؤال بس مهم قوي. اتفضلي. انا عايزه اعمل عجينه بالدقيق اللي هو ما فيهوش جلوتين.
انا لقيته هنا وبشتريه بس ما نفعتش معايا ما بتنفش. عايز اعرف هو تقيل تقيل شويه هو تقيل شويه. طب اعمل له ايه بقى؟ هنا جاسم ممكن تحطي معاه بيكنج باودر. حطي معاه بيكنج باودر وخميره الاثنين وخليه محسن. لو في محسن حطي محسن بدل ولا مع؟ مع. طب اوكي يعني حطي الثلاثه مع بعض. حطيهم بس بكميات قليله مش كبيره وخلي العجينه خفيفه يعني زودي شويه ميه فيها او لبن خليها خفيف معاكي شويه. طيب ماشي اوكي ان شاء الله كتر الخير. شكرا ليكي جدا. بصوا بقى الكيكه اللي هعملها دلوقتي كيكه وفول السوداني. عندي هنا دقيق ده حوالي 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه ونص سكر، هناخد كوبايه ربع سمنه روابي، لبن كوبايه لبن، 3 بيضات، قهوه قهوه سلطه الذوبان، وكاكاو الاثنين مع بعض، معلقه كاكاو كبيره، معلقتين كاكاو كبار، ومعلقه قهوه سلطه الذوبان، وباكو بيكنج باودر وفانيليا. تمام كده. نعمل ازاي طريقه الكيكه العاديه بتاعتنا اللي احنا واخدين عليها على طول. هعيد المقادير وانا شغاله. كوبايه لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه معانا المقادير على الشاشه يا ريت نصورها. ماشي، كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سمنه روابي، نص كوبايه سمنه روابي كده، نقول نص كوبايه سمنه. ماشي، طبعا لو اول مره بتعملي بتعيري السمنه. اوكي، كوبايه ونص سكر بودر، سكر عادي مش لازم بودره، عايز احطي بودره احطي بودره. يبقى حطينا هنا كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه، كوبايه ونص سكر، معلقتين كاكاو، معلقه قهوه سريعه الذوبان. كنت بتسالني على القهوه العاديه والقهوه سريعه الذوبان اللي هي محببة دي. القهوة بتاعتنا العادية الناعمة خالص، المحببة دي اهي، دي القهوة سريعة الذوبان. ماشي، حتى بتتباع في اكياس كده ساعات تلاتة في واحد واتنين في واحد والكلام ده، هي دي القهوة سريعة الذوبان. معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. تمام، فانيليا، البيض معايا مارسيل. اهلا وسهلا، ازيك يا مدام؟ ازيك عامله ايه؟ ازيك يا شيف؟ الحمد لله، الله يخليك. ازي صحتك عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله ربنا، اموري ربنا يخليكي. بقول لحضرتك انا كنت عملت البسكوت اللي بالعجوه وطلع ناشف، هو بيبقى ناشف ولا هو ناشف؟ لا ناشف، هو ناشف شويه، هو ناشف، هو ناشف شويه. هو ناشف شويه مش طري، لا بسكوته ناشفه حبه. هي كده انا فكرت العيب مني ولا حاجه. لا 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 لا، هي بسكوته ناشفه شويه. طب بقول لحضرتك بقى عايزين بسكوت بقى صامي بقى او حاجات صامي بقى، الصيام خلاص اغلب. حاضر، عينينا نجهز له حاجات حلوه قوي ان شاء الله. شكرا جدا لكم، كل سنه طيبين. هقول تاني، انا حطيت هنا ايه؟ كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه، كوبايه ونص سكر، 3 بيضات، معلقتين كاكاو، معلقه قهوه سريعه الذوبان والفانيليا. ابدا اضرب ده كله في الخلاط. ثلاث كوبايات من الدقيق، استنى شويه، ثلاث كوبايات من الدقيق عليهم باكو بيكنج باودر ورشه الملح. ماشي كده. الواد السعيدي كان من شويه احكي لكم، عشان لازم احكي لكم، كان ماسك البيض عمال ماسك معاه شنيور كده عمال يخرم في البيض، بقول له يا بابا بتعمل ايه؟ يقول لي ايه؟ بسلي مع الكتاكيت. قولوا ليه كده؟ قولي كتاكيت حرانه. واتفق. ماشي، ادي كده 3 كوبايات دقيق، باكو بيكنج باودر، رشه الملح، هضرب الخلاط حلو. والصينيه كده، انزل بقى اللي في الخلاط على اللي في الطبق.
وهقول لكم ايه اللي في الخلاط وايه اللي في الطبق تاني. بس اكلم همة الاول. معايا همة، اهلا وسهلا. يا همة. الو. اهلا وسهلا، ازيك؟ ازيك يا مدام مجلاه؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. لو سمحت عايزه طريقه السمك الفيليه. حاضر، شكرا ليكي. بصوا كده، انا حطيت في الخلاط كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه، ثلاث بيضات، كوبايه ونص سكر، فانيليا، اتنين معلقه كاكاو، معلقه قهوه سريعه الذوبان، وضربناهم كلهم مع بعض. حطيت في الطبق ثلاث كوبايات دقيق، باكو بيكنج باودر، ونزلت اللي في الخلاط بعد ما ضربته حلو جدا، نزلته على في الطبق اللي هو الدقيق، وبقى بالشكل ده. اهو بصوا كده، ادي كده عجنت الايه الكيكه. اتاكد بس ان مفيش دقيق كده. تمام تمام كده. معانا مياده، اهلا وسهلا، كلمينا تاني يا مياده. هجيب هنا سمنه روابي، ادهن بيها الصينيه دهنه كويسه، دهنه يعني مليانه، فعشان كده انا مش هسيحها، دهنه مليانه كده. والجوانب، بصوا بعمل ايه، انا عندي فول سوداني، ممكن قوي ان انا اضيف حبه على الخلطه كلها، وممكن اخلي الوش بس زي ما انت عايزه. وبما انها كيكه فول سوداني فهحط في كله، احط هنا حبه وهنا حبه، ايه رايكم؟ اول حاجه هنا في الصينيه، عندي صينيه دهنتها حلو قوي اهو، تمام كده. هنيجي هنا عندي ايه، سكر بتاع الشاي، ارشه هنا كده. معانا هنا، اهلا وسهلا. الو. الو، ازيك يا هنا؟ الحمد لله كويسه. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا هنا؟ اه قولي، اتفضلي. عايزه اللي هي وصفه المكرونه بالجمبري. حاضر، هقولها تاني. حاضر، استني اخر الحلقه هقولها لك. فوق السكر هحط سوداني، وكميه حلوه، طبقه كده، طبقه من السوداني، واحط جوه كيك شويه، ماشي كده، وجوه كيك حطيت حبه، واقلبهم كده معاها. وروح منزلاها على الايه، على الصينيه اللي فيها دهنه السمنه وفيها السكر وفيها السوداني، وانزل عليها الكيكه كده، ماشي اهو. بص ده قوام الكيكه تقيل، سنه صغننه طبعا، افرد بالراحه خالص عشان ما نحكش اللي انا عملته تحت، تمام كده، بس كده. طيب انا هنزل دول وهطلع، وطبعا هحطها في فرن على طول، وهطلع في فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل اقول لكم انا عملت ايه في كل حاجه. وفاصل ونواصل. على قد الايه. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي احنا خلصنا كل الاكلات، فبسرعه كده هرجعها معاكم. عملنا اول حاجه المكرونه بالجمبري. المكرونه بالجمبري، جبنا جمبري وغسلناه وشطفناه وحطيناه في مصفى يصفى، يبقى يعني من كل ميته. وبعدين طبعا اللي مش عايز فيه اي زفاره خالص، نقطتين خل على الميه اللي بنغسل بيها الجمبري، وبعدين نشطفه، مش هيبقى فيه اي ريحه خالص. وبعدين نجيب نحط له بقى، نتبله زي ما بنتبل السمك بالظبط، يعني بنحط له ايه، الملح، كمون، ثوم، عصير ليمون، ملح، كمون، ثوم، عصير ليمون، نتبل بيه جمبري ونسيبهم بيتبلوا حبه على جنب كده قد ايه، ربع ساعه، نص ساعه، قبلها بيوم في التلاجة، بس مش اكتر من كده. تمام، هجيب حله احط فيها شويه زيت، انزل بيها انزل الجمبري واقلبه لغايه ما يغير لون. غير لون معايا، هروح عامله ايه، منزله صلصه، غير لون يعني جامد بقى، استوى خلاص. هنزل الصلصه وعليها شويه ميه واقلبهم مع بعض، وانزل البقدونس، وبعدين انزل عليه المكرونه المسلوقه واقلبهم كلهم مع بعض زي المكرونه الحمراء بالظبط. بس اللي سبقها اني سويت الجمبري مع شويه الزيت وشويه الصلصه اللي هحطهم على المكرونه. خلاص كده عملنا. بعد كده صينيه البطاطس اللي عملناها باللحمه المفرومه والبشاميل والجزر،
عملناها ازاي؟ جبنا بطاطس مسلوقه وعملنا بشاميل وعصرنا لحمه، سهله كده، ده الملخص في الاخر خالص. وحطينا على اللحمه جزر، قلبنا ده كله على بعضه وفردناه بالصينيه بالشكل ده. وممكن تعملي حاجه تانية، انك تحطي طبقه من البطاطس اللي انا حطيت عليها شويه توم وملح وفلفل وكمون، ونعمل منها طبقه الاولانيه، وبعدين احط عليها اللحمه المعصجه، وبعدين احط عليها من فوق الايه؟ البشاميل. اللي يعجبك اعمليه، بس دي طعمها احلى. التانية برضه طعمها حلو، يعني دي طعم ودي طعم، فزي ما انت عايزه بقى شكليها. طيب نيجي بقى كمان، عملنا ايه؟ عملنا الكيكه اللي بالسوداني. كيكه عاديه جدا بمقادير الكيكه العاديه بتاعتنا خالص. حطينا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم باكو بيكنج باودر ورشه ملح في طبق. جينا حطينا في الخلاط 3 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه ونص سكر، نص كوبايه سمنه روابي، معلقتين كاكاو، معلقه قهوه سرعه الذوبان، وفانيليا، وكوبايه لبن، وضربناهم حلو جدا في الخلاط. قلبنا اللي في الخلاط على اللي في الطبق، وقلبناهم كويس، وصبناهم في صينيه. الصينيه دي كان فيها ايه؟ كان فيها مسحه من السمنه، ورشينا عليها سكر، وحطينا عليها سوداني، مليناها بالسوداني، ورحت حاطه كمان في الخلطه حبه سوداني، ورحت قلباهم في الصينيه. بقت بالشكل ده. انا حطاها دلوقتي في الفرن اهو، حطها على الرف الوسطاني على 180 درجه، تمام كده. طبعا لسه شويتين ثلاثة، بس انا اهي طبعا بتطلعيها، بس بيها يا دوبك تهدى وتروحي قلبها تبقى بالشكل ده. معانا اسماء، اهلا وسهلا. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، بحييكي وبقدرك وبحبك جدا. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك. وحتى لو ما عملتش حاجه انا على المعاش، بس لازم اتفرج عليك. ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يديك الصحه، ربنا يخليكي. ميرسي يا روحي. انا بس لحضرتك، انا عملت الزيتون وعملت كميه كبيره جدا، فكان بقالي فتره كبيره ناسيه الموضوع ده. عملت التفاح حضرتك يا استاذه، لقيته طري ومرر شويه، وانا عامله كميه مش عارفه اعمل له ايه. طري ازاي؟ يعني شويه كده. زودي ملح. ملح؟ طب والمرارة؟ لا هتروح، هتروح بالمدة، هتروح يعني. مش هيبوظ؟ ممكن ما يبوظ. لا حطي له ملح، ان شاء الله مش هيبوظ، اصل هو طري قوي، قلة ملح والله. لما يكون ملح قليل يعني فيه بيخليه طري قوي، بيهريه، بيخليه طري كده قوي، انما لما تحطي ملح ان شاء الله يظبط معاكي. يعني هيشد ولا باظ ولا ايه؟ مش عارفة. لا لا بصي، جربي بس كده، حطي ملح عليه، حطي حبة ملح كويسين، واقفلي عليه بقى وسيبيه، وان شاء الله ان شاء الله مش هيبوظ ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حبيبتي. الله يخليك، الله يكرمك يا رب. ماشي. وعملنا كمان مع بعض فطائر البصل. انا عايز اقول الكيكه دي اللي فيها البيض اللي كان بيخرمه الصعيدي عشان واقف لي كده وزعلان. معانا ميار، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ميار؟ الله يخليك، ازيك انت؟ بسأل حضرتك على طريقه الكسكسي. ايوه. الديك الرومي عايز اعمله على بعضيه، يعني صح كده مش مقطع حتت. اعمليه في الفرن بقى. كان الجنزبيل عشان انا مش لاقياه. اني الطازه ولا الطازه؟ المطحون. الثاني الاعشاب انا عارفه عند العطار. انما التانيين في الاسواق او في السوبر ماركت الكبير شويه. بس كده. طيب نرجع مرجعنا بقى. عملنا مع بعض الفطاير اللي بالبصل. ايوه امشي كده بادبك. اقول لهم تاني على حكايه البيض، كل يوم احكيها. البصل احنا جبنا كميه بصل كويسه، حطيناها مع معلقه سمنه على النار، وبعدين رحنا متبينا ملح وفلفل وكركم لازم وبهارات، مع فلفل رومي وفلفل حامي، ودبلت كله مع بعض على ايه؟ على النار. بعد ما دبل طبعا كنت واجل العجينه، العجينه دي عباره عن ايه؟ دقيق، 3 كوبايات دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه الملح، وعجنت الميه بس. عجنت خلاص بالميه، عملت عجينه طريه، قسمتها كور، جبت طبعا شايفين النقطه دي السيمولينا اللي هو دي البسبوسه مش الكياس اللي جايبينه من العطار سايب. جبنا دي السيمولينا، رحنا فردينه حاطينه على الترابيزه، حطيت عليه قطعه العجين، فردت العجين. الطبقه اللي انت شايفينها دي بتخليها مقرمشه، بتبقى اصلا الفطيره طريه ومن بره فيها القرمشه، تمام كده. ورحت فارده العجينه حلوه قوي من تحت السمولينه ومن فوق الدقيق، فردتها رفيعه زي الفطيره بالظبط اللي بنيجي نعمل فطير مشلتت مثلا رقيقه كده قدر امكاننا، بس مش شفافه يعني. حطينا حته من مجموعه يعني معلقه من البصل الحشو ده، وقفلت عليه. وطبعا قبل ما اقفل كنت دهنه الرغيف دوت او العجينه بالزبده،
وقفلت ودهنت زبده وقفلت تاني، يعني ما فيش طبقه تتحط على طبقه غير بينهم ايه؟ زبده. قفلتهم زي المربى كده وانت بططتها كويس قوي، جبت طاسه حطيت فيها مسحه من الزبده ورحت حاطه الفطيره من الناحيه المطبق، رحت حطاها من الناحيه اللي تحت ودهنت من فوق من الزبده كمان، وبدات ان انا اخليها على نار مش عاليه، نار متوسطه عشان تستوي معايا من جوه العجين الطبقات يستوي، وبقيت ان انا اقلبهم على الناحيه دي والناحيه دي، وكمان ممكن وهي بتستوي تغطي عليها فتدي بخار وتنفش معاكي اكتر كمان. بس كده، وكده خلصت كل حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله، الى اللقاء. I'm not afraid.